فعلا في آية في الكتاب المقدس في سفر التكوين إصحاح 6 وعدد 3، فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. في ناس كتير بتفهم الآية دي على أساس أن عمر الإنسان تحدد بهذه الآية لكي يكون 120 سنة، وهذا ما جعلنا نرتبك عندما نرى أن أعمار البشر متفاوتة أكثر وأقل من هذا العمر. لكن هذه الآية لا تقصد بها العمر محدد بهذه القيمة، ولكن يقصد أن هؤلاء القوم الأشرار الذي حكم الله عليهم بالعقاب الجماعي أو بالطوفان أن تكون لهم فرصة للتوبة، وهذه الفرصة تستغرق 120 سنة. ف120 سنة دي لا تعني أعمار البشر ستتحدد بهذه القيمة، ولكن يقول هذه هي الفرصة المتاحة للقوم الأشرار أيام نوح أن يعيشوا 120 عاما قبل أن يأتي الطوفان. فهذه فرصة للتوبة، ولكنها ليست قيمة محددة لأعمار البشر.